التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج، مفاهيم تجلى في حوار بحسن دون ما أدنى هياج، بغير تعصب وبلا انحياز ودون تقلب وفق المزاج، حوارات التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من حوارات التناصح. تكوين رأي عام رشيد وتوجيه الجمهور لما فيه نفعه وصلاح المجتمع هي رسالة الإعلام الهادف، لكن وسط الخلافات السياسية والصراع على السلطة هناك وسائل كثيرة إعلامية وغير إعلامية تسعى لتطويع الرأي العام لصالحها ولا تتورع في استعمال كافة الأساليب. وللمساهمة في حصانة الرأي العام من التضليل، من المهم جدا معرفة كيف يصنع الرأي العام وما هي العوامل المؤثرة في مواقف الأفراد والجمهور من القضايا العامة. حول هذا الموضوع نحاور المفكر الإسلامي والأكاديمي والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد التواب. فباسمكم جميعا نرحب بالدكتور ياسر. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا وأهلا بكل من يستمع إلينا ويشاهد هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. بارك الله فيك ونشكرك شكرا جزيلا على قبول الاستضافة دكتور. ونبدأ معك دكتور كمدخل لهذا الموضوع، ما هي مواصفات الرأي العام ومتى نعتبر الحدث قضية رأي عام؟ مكون المصطلح اللي هو رأي عام عبارة عن مصطلحين مندمجين، فلا بد من الفهم لفكرة الرأي وفكرة العمومية. الرأي جاء من الفكر أو ما يصل به الإنسان من قناعة حول موضوع ما، ويظل ذلك تلك القناعة هي شيئا ثابتا وخاصا بهذا الشخص وهذا الفرد. طيب إذا انتقل من الشخص هذه القناعة إلى أشخاص آخرين أصبح ذلك الرأي رأيا خاصا بهذه المجموعة. إذا كيف يكون رأيا عاما؟ إذا انتقل إلى جمهور من المتلقين أو من المتفاعلين بحيث يشكل قناعة لديهم من خلال تداوله بينهم. يبقى احنا قلنا ان في قضية وتم استيعابها برأي ما وبشكل ما، قد تكون هذه القضية نفسها شيء مرفوض فيصبح تشكل الرأي العام فيها الرفض، أو شيء مقبول فيصبح هذا الرأي العام المتشكل لها هو شيء يعني يؤدي إلى إفادتها أو إلى الاستفادة منها. هناك مصالح معينة يجب أن تكون هذه القضية متعلقة فيها، هناك قيم معينة يجب أن تكون هذه القضية لتكون قضية رأي عام تمس هذه القيم، يعني إما المصالح وإما القيم. وعندما يتم يعني الوصول لقناعة معينة حول هذه القضية أصبحت رأي، فإذا كان شيئا عاما تم تداوله في المجتمع أصبح هنا وهو رأي عام. بمعنى آخر أن في قضية معينة، هل يمكن أن نقول بأن الرأي العام لا يكون رأياً عاماً إلا إذا تبنته قطاعات كبيرة فاعلة في المجتمع؟ حسب طبعاً المجتمع، مجتمع القضية. نعم. معنى مثلاً هب أننا أشعنا شيئاً ما أو هناك معلومات متعلقة في داخل مجتمع صغير. نعم. أو في داخل مثلاً دعنا نقول السياسيين مثلا أو داخل حزب معين. لو أن حزب هذا الحزب المعين انتشرت فيه قضية متعلقة إما بمصالح الأشخاص اللي في هذا الحزب وإما بقيم يعني يتمسك فيها أصحاب الحزب،
وشاع هذا الأمر بينهم وتداولوه، أصبح هنا قضية رأي عام داخل الحزب. نفس الشيء في مدينة، إذا قضية مست سلبا أو إيجابا فكرة الإفادة أو المصالح أو القيم المتعلقة في هذا المجتمع صغر أو كبر، حتى أنها قد تكون قضية رأي عام عالمي. تخيل أنت مثلا الوقوف ضد الحروب أو الكوارث أو أي شيء من هذا، تصبح قضية رأي عام عالمي، لأن الناس كلها متفقة على مثلا منع الكوارث، متفقة مثلا على منع الحروب أو استنكار الأشياء التي تحدث في الحروب اللي فيها ظلم وهكذا. لكن في مجتمع مثلا دولة أيضا تصبح حاجز مثل الانتخابات وتداول السلطة وكذا، تمس المصالح أو تمس القيم، تصبح هذه قضية أو مشكلة حدثت وتم تداولها، مثل ما يحدث أحيانا لأفراد، ظلم معين يحدث لفرد معين قد يشعل شرارة الرأي العام كاملة، يعني رأي عام هذه الدولة كاملة، باعتبار أن ما حدث مستنكر مستهجن يعني عند هؤلاء. إذن الموضوع متعلق بقضية، وهذه القضية تمس إما المصالح وإما القيم، وبشكل أو بآخر يتم تداولها في هذا المجتمع. فإذا كان المجتمع مجتمعا صغيرا أصبحت قضية رأي عام في هذا المجتمع الصغير، أو كان مجتمعا كبيرا أصبحت قضية رأي عام في هذا المجتمع الكبير. طيب أين تكمن أهمية الرأي العام بالنسبة لي من ناحية التأثير؟ هو طبيعي، أنا عايز ألفت بس النظر أن أحيان كثير جدا تكون قضية الرأي العام الذين يتداولونها هم أصحاب الفكر والتأثير، يعني حتى تصير هذه القضية قضية حقيقية رأي عام مؤثر، فلا بد أن يتناولها قادة التأثير أنفسهم. وفي نفس الوقت عندما يتم يعني السماح بوقت معين لتداول هذه الأفكار، سواء من خلال قادة التأثير وهذا شيء مهم جدا، ثم من خلال أن القضية ينضم إليها في كل وقت مجموعة من المتفاعلين معها، فتصبح هي قضية رأي عام. هي تختلف عن فكرة الإجماع. الإجماع مش قضية رأي عام بالمناسبة، الإجماع أكبر من قضية الرأي العام، لكن قضية الرأي العام عندما يتبناها مجموعة من المؤثرين ويقنعون بها مجموعة أخرى من بقية المنتمين لهذه الفئة، أصبحت هذه هنا قضية رأي عام. يعني إذن طيب ما الذي يمكن فعلا أن تضيفه فكرة الرأي العام على الأحداث؟ اللي هي أن يتشكل وعي معين حول هذه القضية. قد يكون هذا الوعي وعي حقيقي أو وعي مزور بالمناسبة، حسب طريقة وصول هذه المعلومات وهذه القضية إلى الجمهور. وأيضا بنفس الوقت قد يتحول إلى فعل عام. فعل عام يعني تداول الموضوع واقتنعوا به تماما فيطبقونه في الأحداث الأساسية اللي هي متعلقة به. ولو أخذنا في موضوع الانتخابات، موضوع الثورات، كل هذا تحول من مجرد رأي وتم تداوله إلى فعل عام، أصبح أن الناس تنتخب هذا أو تسقط هذا. وفي ذات الوقت برضو في الثورات لما حدثت، ولو شرارات أشعلت هذه الثورات وتداولها الناس كرأي عام، مثال تونس واضح في هذه القضية، فإنها كانت فعلا شرارة أشعلت الثورة، لأنها انطلقت إلى الرأي العام ووجدت قبولا وكانت منافية لما اجتمع عليه المجتمع من قيم، فتحركوا وقاموا بالثورة بهذه الوضعية. إذن هذه أهمية وخطورة الرأي العام. طيب دكتور، هل هناك اختلاف في من ناحية تأثير الرأي العام من بين الأنظمة؟ ربما نظام ديكتاتوري لا يسمح بحرية الرأي، قد يقمع هذه الآراء ولا يسمح أيضا بحدوث مثل هذه الفاعلية للرأي العام. هل نستطيع أن نقول أنه لا وجود لرأي العام في إطار النظام الديكتاتوري مثلا؟ الرأي العام قد يكون
مجهورا به او الناس تتداوله بشكل جهري، وقد يكون الناس تتداوله بشكل يعني سري. فالرأي العام لا ينتفي، المهم ان تصل هذه النقطة بهذا الوضوح، ان يكون هناك اولا قضية، ثانيا قاضي لهذا الرأي العام، ثالثا تداول، رابعا وجود وقت مناسب لهذا التداول ينضم يعني من خلاله أشخاص إلى هذه القضية. فبالطبع أن الدول والجهات القمعية بتحاول إما أن تضلل الرأي العام وإما أن تقمع يعني ظهوره للعلن، وقد تفلح في هذا. أنت مثلا قلنا أن أحد العناصر أن تكون هناك قضية وأن تأخذ وقتها في التداول. طيب عندما يبدأ هو يقطع هذه النقطة، العلاقة بين الأخذ في التداول، أو مثلا أن يمنع الأشخاص المؤثرين في المجتمع عن التعبير مثلا عن الموضوع، هو أيضا يؤثر على انتشار هذه القضية. لكن لو وصلت هذه الأشياء أو نقدر نقول رؤوس هذا المثلث اجتمعت معا، ستكون هناك قضية الرأي العام. مجتمع يلتف حول قضية، هذه واحدة، أن يتم تداول ذلك من خلال شخصيات مؤثرة مقنعة داخل المجتمع، هذه نقطة أخرى، أن يتم ذلك في وقت مقبول بالنسبة للزمن ليتم تداول هذا الموضوع، هذه النقطة الثالثة. هنا يتشكل الرأي العام ويتأثر به الجمهور. نعم. يمكن تضليل هذا الرأي العام بمعلومات أخرى، يمكن تضليله بالإشاعات، يمكن ادعاء أشياء غير صحيحة، تشغيل آلة دعائية، تشغيل كما يقال لجان إلكترونية. لكن لو وصلت الحقائق بشكل صحيح وكانت هذه فعلا تمس المصالح أو القيم أو هما معا، لابد أن تكون هناك قضية رأي عام في هذه. نعم. طيب الآن ربما نحتاج معرفة كيف يمكن أن يتشكل الرأي العام، هو أصلا هل يمكن صناعته أم يحدث تلقائيا عفويا بترويج بعض الأفراد، أم هناك ربما يمكن للقوى الفاعلة وسواء الأنظمة أو المؤسسات أو غيرها أن تشكل رأي عام، سواء كان رأيا عاما لقضية حقيقية وصادقة أو مزورة؟ نعم، طبعا الرأي العام يمكن أن يشكل ويصنع، ولذلك هو هناك مصطلح اسمه صناعة الرأي العام. وقد يكون يتشكل تلقائيا بسبب اجتماع هذه العناصر التي ذكرتها بشكل تلقائي، لكن ليس كل صناعة للرأي العام هي صناعة مرفوضة، بل قد تكون الجهات الفاعلة والجهات المسؤولة والشخصيات المؤثرة يرون إظهار شيء ما للرأي العام أو لتداوله. أو مثلا دعنا نقول مثلا هناك شخص سياسي له سلوكيات يعني منحرفة، أو له مثلا انتماءات غير صحيحة لدول معادية أو ما يشبه ذلك، فبدأ أحد واحد فقط ممكن من قادة الرأي اكتشف ذلك فأشاعه بين الناس، مجرد قد تكون تغريدة لكنها التقطها الناس وجربوها ورأوها صحيحة وكذا وبدأوا يتداولونها. ممكن يعني شخص واحد أشعل هذه القضية كقضية رأي عام ما دامت تخالف زي ما قلت إما المصالح وإما القيم التي اجتمع عليها الناس. فهذه الدرجة ممكن أن يتم التزوير فيها، ممكن الادعاء بشيء خطأ غير صحيح يحتاج أحيانا إلى التوضيح. قد يكون الأمر مثلا متعلقا كما ذكرت بقيم المجتمع، فيعمد صح أصحاب القيم في المجتمع لإشاعة ما يتعلق بها. مثلا افرض أن أحد مثلا يعارض الدين الإسلامي مثلا، فيبدأ هناك من يناوئ هذا الاتجاه ويناوئ هذا الفكر ويفنده، فتتشكل قضية الرأي العام باعتبار أنه يدافع عن هذه القيم ويؤيدها، وهو الذي صنعها، هو أدرك تماما أن هذه القضية بحاجة إلى إبراز، ما قام به هو إبرازها وتفنيد كل الشبهات المتعلقة حولها وأظهرها للرأي العام، فهنا التقطها منه الناس وبدأوا يتداولونها بينهم.
تداول كمثل ما يقال كرة الثلج. كرة الثلج تبدأ صغيرة ثم مع الوقت تكبر وتنمو فتصير ضخمة جدا، بسبب أنها أخذت وقتها في ضم جزيئات أخرى إليها. فالشاهد أن بالإمكان أن يقام حول هذا الموضوع أشياء متعلقة بالإشاعة، ممكن متعلقة بمثلا جريمة مفبركة، ممكن أي شيء زي كده يمس قيم الناس لكنه ليس صحيحا. فهنا يتم تزوير الرأي العام ويتم صناعة رأي عام مضلل بسبب كل هذا. نعم. طيب دكتور، ربما هناك بعض نظريات يعني تدعي بأن العقل الجمعي للمجتمعات أو الجماهير عقل عاطفي، فبالتالي يسهل قيادهم وبالطريقة العاطفية تؤثر فيهم، مثل هذه الأحداث المحزنة أو المحركة للعواطف، بينما لو كان وتقبل أيضا القضايا التي لا يمكن أن يقبلها العقلاء إذا كانوا أفرادا بدون أن يكونوا من ضمن هذا القطيع أو المجموعة. هل نستطيع أن نصنف الجمهور بهذه الطريقة، أم أحيانا تشتهر عبارة أخرى في الإعلام، يعني يقول لك الجمهور ذكي يستطيع أن يرصد ويستطيع أن ينتقد وغير ذلك؟ الحقيقة الموضوع عبارة عن خليط من هذا وذاك. أول شيء الوعي السائد في المجتمع، هذه نقطة مهمة جدا، بخلاف الوعي الفطري يعني، أو بخلاف التمييز الفطري لدى الناس، هناك وعي تم صناعته أو تزويره على مدى أحيانا عشرات السنين. فإذا تمت صناعة هذا الوعي الذي يميز به الجمهور، يميز به الناس بين الغث والثمين الأمور بشكل صحيح، فهنا إلى حد كبير عندما تعرض عليهم هذه القضايا هم يعني يتخذون فيها موقفا صحيحا. لكن عندما يتم الإساءة، هناك ما يسمى بنظرية الغرس الثقافي. خذ مثلا مثالا لنظرية الغرس الثقافي فيما يحدث في المجتمعات الغربية ضد الإسلام والمسلمين باتهامهم الإرهاب، أو باتهامهم مثلا أن المرتحي إرهابي، أو أن المحجبة مثلا مضايق عليها، أو أن مظلومة أو مجبرة على الحجاب. هذه الصورة النمطية التي يتم الإلحاح عليها بشكل كبير وتكرارها في الإعلام الغربي تؤدي إلى غرس ثقافي، أنه بمجرد ذكر المسلمين أصبحوا هم يعني متهمون، أصبحت المرأة إذا ذكرت محجبة فهي مظلومة أو مقهورة أو إلى آخر ذلك. بهذه النظرية تشكل الوعي لديهم بهذه الطريقة الخاطئة، فأصبح تيسير فكرة الرأي العام، قبول الرأي العام هناك مثلا لأن الحدث الفلاني الإرهابي، أن مدام شخص مسلم موجود فيه أصبح هو فعلا من قام بهذه بشكل أساسي، الاتهام جاهز وموجود. نفس الفكرة في مجتمع أيضا تمت إشاعة أشياء معينة في مثلا تمجيد حاكم معين، في تمجيد سلوكيات هذا الشخص، وتزوير أيضا أشياء قام بها بالدعاء، ويعني بالادعاء وبالكذب، فينمى هذا الشعور لدى الرأي العام أن هذه شخصية محترمة وعظيمة وقائد وبطل وما يشبه هذا. فأصبح الناس لا تقبل لاحقا بسهولة إيش الطعن فيه مثلا، وبهذا يتم تمجيد الحكام الظلمة والمجرمين من خلال تزوير هذه الأشياء التي يقومون بها أو ادعاء البطولة فيهم، ويحدث بسبب ذلك أن الرأي العام يظن أنه بالفعل بطل وشخص محترم وما يشبه ذلك، بينما في حقيقة الأمر هو غير ذلك، وتم تزوير واللعب بالرأي العام بسبب السيطرة على الإعلام وإطلاق الإشاعات أو الإشاعات المضادة أو عمل شيء من خلط الحقائق بالكذب، فيشك الناس في الصدق إن عرض عليه. يعني أصبح حتى إفساد الشريحة العامة
من المعلومات بإدخال المعلومات الصادقة مع المعلومات الكاذبة حتى يكذب الجميع ويشكك في الجميع. هذا أيضا من طرق تضليل هذا الرأي العام. نعم. إذا الخلاصة دكتور، هل يمكن أن نقول بأن لا يوجد وصف عام لكل جمهور لكل مجتمع، لا سواء عاطفي أم عقلاني أم واعي أو غير واعي، إنما هو فقط يتوقف على عدة عوامل ربما تعود إلى تركيبة المجتمع ونشأته وربما تاريخه أيضا؟ ولا هذا جزء كبير إذا نظرنا لعموم القضية، لكن أيضا في هناك طبائع شخصية ذاتية للفئات المختلفة. يعني كمثال معروف أن هناك أنواع للجمهور، الجمهور العاطفي كمثال يكون الشباب والنساء هم أكثر الشرائح التي يمكننا أن نطلق عليها أنها جمهور عاطفي. هناك جمهور آخر لا مبالي مهما فعلت أمامه، هو لا يتأثر بأي شيء لأنه جاء شيء من الرفض لهذا الموضوع، ربما ما ذكرناه من قريب خلط الحقائق بالأكاذيب حتى تخلق تشكيكا عاما، فهو متأثر جدا بفكرة التشكيك العام. وهناك جمهور أيضا عقلاني وجمهور يعني من تخطوا سن الشباب خاصة من الذكور هو يغلب عليه هذا التفكر العقلاني. فهذه كلها حتى مرصودة في الإعلام ومعروف حتى كيف يمكن أن تطرح كل من القضايا على أي من هذه الأصناف. يعني الذي يطرح شيئا هو خاصا بالشباب أكيد سيعتمد بشكل أساسي على العاطفة، وتعرف تحركات الشباب بشكل أساسي في أي من الأحداث التي تحدث الأصل فيها أنه يتحرك بعاطفته قبل أن ربما يعني يحكم عقله كثيرا في هذا الموضوع. الأشخاص الذين يقومون فعلا بقيادة الرأي يجب عليهم أن يكونوا مخلصين لهذه القضية بحيث لا يستغلوا أبدا لمجرد أن هناك شباب يتعاطفون بشكل سريع ويتخذون مواقف عاطفية في هذا الاتجاه، فيستغل هذه الفرصة للإساءة إلى المجتمع بتضليل شبابه بهذه القضية ويعني إشغالهم بأشياء عاطفية في هذا الاتجاه. والعكس أيضا صحيح، يعني التشويه الفكرة من الناحية العقلية والعرض بشكل غير صحيح عقليا فيرفضه المتعقلون ويرفضه العقلانيون، فأيضا يصير مشوها بهذا الاتجاه. فهناك مسؤولية اجتماعية كبيرة جدا لقادة الرأي في عدم تضليل الجمهور، لأن الجمهور له هذه الصفات ويتأثر. بالمناسبة الجمهور الذي دائما متشكك ورافض وكذا يمكن بتحقيق المصداقية معه استعادته مرة أخرى وبالإبداع في الطرح أيضا يكون ذلك شيئا جذابا له. نعم. إذا هو يبقى الكلام متوقف على يعني النوع المؤثرين، هل كانوا هم أصحاب قضية عادلة أم هم يريدون تضليل المجتمع، ويبقى المجتمع أرضية للصراع بين هؤلاء وهؤلاء. لكن دعنا في بمناسبة الحديث حول الجمهور وكونه ربما يميل إلى أن يكون عاطفي، وكما ذكرت أنه لا يمكن أن نعطي صفة واحدة لكل المجتمعات، لكن هناك ظاهرة ربما ملفتة للنظر في الإعلام، وهو وخاصة في الثورات وظل الفوضى السياسية وربما حتى في الأنظمة الدكتاتورية، أن هناك نوع من الإعلاميين مهرجين يظهرون بطريقة عبثية وأحيانا يضحك منهم الناس، ولكن لهم تأثير في عقلية شريحة كبيرة من المجتمع ويروجون كثير من الإشاعات. يعني ربما نضرب مثال في أوقات في سنوات بداية ثورة يناير كان ظهور ظاهرة توفيق عكاشة، والآن إلى الآن ممكن عمرو أديب وغيره في الإعلام المصري كمثال. مثل هذه الظاهرة كيف تفسرها؟ كيف يعني يكون لمثل هؤلاء تأثير على شريحة كبيرة من المجتمع؟ ومع الأسف أمثال يعني الأشياء أو النماذج الغير صحيحة بغض النظر عن الأسماء هي في النهاية فكرة الفسح لهم من
اتجاه وعطائهم وقت، بالإضافة إلى أن هم أحيانا بيستغلوا أسلوب معين مؤثر في طائفة. يعني هب أن شخصا ما بيتكلم بالبساطة والتلقائية والناس تحب هذا بشكل عام، فهو يبدأ يعني يمرر ما يريد من خلال هذا التبسط في الطرح مثلا، إما أن نواجهه بتبسط آخر يطرح الحقائق، وإما أن نحذر من الأخطاء وتفنيد هذه الأخطاء. وبالطبع لو لدينا السلطة يعني منع أمثال هؤلاء الذين يزورون الحقائق ويعني يخلطون الحق بالباطل انتصارا للباطل، أكيد هذا أفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا ألا تشوه الدعوة الإسلامية من خلال أولئك الذين يروجون ضدها الإشاعات مثلا، بل كان عقاب الذي يحارب الدعوة الإسلامية عموما أو يعني يفتري على الإسلام يفتري على المسلمين وكذا، كان هذا عقابه أشد بكثير من شخص، من مجرد شخص محارب. حتى المحارب نفسه أسوأ أهون حالا من شاعر مثلا يسب ويشتم ويسيء ويشوه وهكذا. ربنا تبارك وتعالى ذكر سورة لم يذكر مثلها، وهي عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، لما وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وذمه وأساء إليه وقال تبا لك لهذا جمعتنا، ولم يفعل أكثر من الكلام. يعني ربما أولئك الذين كأبي جهل مثلا كانوا أشد سوءا في التصرفات الشخصية والذاتية، لكن بلا شك موضوع تشويه الدعوة، تشويه الحقائق، طبعا لما أتكلم أنا لا أتكلم عن يعني قضايا مشابهة إيمان وكفر ممكن يكونوا بين المسلمين، لا أريد أن أدخل في هذه القضية، لكن المقصد أن هناك من يسيء ونحن نعلم أنه يسيء وهو كذلك يعلم أنه يسيء، فإذا استطعنا أن نمنعه وأن نشد على منعه هذا أفضل من أن نحن نجعله يخرج ويتكلم ويهزي وبعد ذلك نعالج من ورائه. فلماذا إن استطعنا فعلنا، وإن لم نستطع يبقى نأخذ الصور الأخرى من الرد على هذا الافتراء إذا كان كبيرا بالمناسبة. يعني هناك ثلاث أنواع من القضايا، إما قضية شيعة جدا فيجب التصدي لها والتفنيد، وإما قضية هزيلة ضعيفة يجب إسكتها بإماتتها وعدم الحديث عنها حتى تموت، أو هي قضية في المنتصف إذا كان اجتهادنا يؤدي إلى أن الأفضل نتكلم فيها تكلمنا أو الأفضل أن نسكت عنها سكتنا. طيب دكتور، ربما في نفس الإطار الآن، ربما بغض النظر عن أن يكون لبعض هؤلاء الإعلاميين كونه مدعوم من دولة أو غير ذلك، لكن هناك دراسة يعني صدرت من حاوي الثورة المصرية، دراسة أنثروبولوجية لظاهرة توفيق عكاشة والتر إرنبرست، يعني يرجع الأمر إلى يعني تفسير هذه الظاهرة بتأثيره في الملايين كما يقول لحالة البلد عندما تكون في فوضى سياسية يسميها حالة المجاز. فهل يمكن أن نقول أن هناك تأثير للحالة السياسية عندما تكون هناك فوضى في البلاد على الحالة الذهنية للجمهور الذي ربما تجعله يتقبل مثل هذا التأثير؟ الجمهور كما ذكرت هو يعني مجتمع تعرض إلى عوامل متنوعة، في عوامل ذاتية شخصية، يعني شخصية كل شخص تتحكم في اختياراته وآرائه، وأيضا حالته المزاجية أحيانا كثير جدا كما يقال هناك انتقائية، حتى هو إذا عرض عليه موضوع في لحظة معينة في حالة مزاجية معينة قد يرفضه أو قد يقبله يعني وفقا لهذه الحالة المزاجية. هذا بالنسبة للأفراد، والأفراد مكونون للمجتمع، لكن المجتمع هو أكبر من الأفراد، كمثل ما يعني تكوين أي شيء عبارة عن تجمع لمفرداته، بينما ينتج في النهاية منتج يختلف عن مجموع الأفراد.
يعني هذا معروف حتى فلسفيا، يعني ان ايش المجتمع عبارة عن مجموعة الافراد زائد زائد ايش؟ زائد الوعي الجمعي، زائد التضليل الجمعي، زائد يعني القناعة وقوة الموضوع وقوة القضية، كل هذه تتحكم في ما هو أكبر من مجرد قناعات الأفراد نفسها. فإحنا مبدئيا لابد أن نعمل على وعي الأفراد، على تزويدهم بالحقائق بشكل صحيح، على تنمية شخصياتهم، على فكر الناقد لكل ما يقدم لهم يمررونه. مثلا ببساطة نشير بينهم أن هناك كلام كثير يحتاج إلى أدلة. عندما يدعى على جهة أو شخص أو فكر أو منهج أو كذا، ائتونا بالأدلة الحقيقية التي هي غير مجتزأة في المساق ولا في السياق، وعندئذ نصدق. إنما تخرج إشاعة مثلا حول شيء، وكلمة إشاعة هي معبرة عن نفسها، هي يعني فيها نوع من الانتشار، يعني تشاع، فغير معروفة المصدر، غير معروفة الحقائق، غير مبنية على معلومات. فمن يقوم بتفنيد هذا؟ لابد أن المجتمع صار فيه هذا الوعي. أكيد فكرة القطيع كما ذكرت حضرتك في كلامك سابقا، هي فكرة مع الأسف بتؤثر في المجتمعات، إن هو يعني زي ما قالوا لعم نبينا صلى الله عليه وسلم: تترك ملة أبي طالب فعبد المطلب؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلب. فهنا ألجأوه من خلال القطيع اللي موجود، المجموعة اللي موجودة المؤثرة اللي كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد يحاول أن يقنع عمه بالإسلام، أن يلفظ بالشهادتين. ومع ذلك لما تكالب عليه هؤلاء اضطر هو أن يسمع كلام القطيع على الأسف الشديد. الشاهد أن عندما يكون لدينا مجتمع لديه من الوعي ومن القدرة على التمييز، أن الشيء الكثير سيكون اختياراته وقناعاته وتأثره بالإشاعات طبعا مختلفة عن شعب مضلل وشعب ضائع. لكن كيف يمكننا نحن كأصحاب قضية حقيقية أن نتخلص من هذا؟ بإيش؟ محاوط المجتمع قدر المستطاع بعدة مؤثرات في هذا الموضوع. إياك أن تظن أن الرأي العام يتشكل فقط بمجرد طرح الموضوع من خلال شخصيات مؤثرة داخل الوسائل الإعلام الجماهيرية أو التلفزيون أو ما أشبه ذلك. لا، الموضوع أكبر بكثير. يمكن ببساطة من ضمن ذلك أن يضم إليه التأثير في شخصيات مؤثرة أخرى. هذه نعم. نقطة مهمة جدا، يعني لا تترك الأشخاص المؤثرين دون أن تجعل لهم جهد خاص في إقناعهم، لأنهم سيعملون معك إذا عملوا في يعني زيادة رقعة الوعي بشكل سريع، أسرع من أن تقوم أنت أو جهتك أنت اللي معك بها. أقنع الآخرين، رد على الشبهات من اتجاه آخر، ابتدي خد اجتماعات مع الأشخاص واعمل مواجهات ومحاضرات مواجهية مع الناس، والتقي بهم فردا فردا ليتأثر بشكل كبير بعيدا عن عقلية القطيع. كل هذا من العوامل الأساسية لزيادة الوعي في المجتمع. نعم، وربما أيضا العوامل الأخرى دكتور، قضية التأثير في تشكيل الرأي العام، موضوع أن وجود خطر داهم أو عدو أو تحدي للمجتمع، أيضا ربما هذا أيضا يؤثر في تحفيز المجتمع. ما هو أنت يعني نحن مطالبون بالصدق مع المجتمع. فإذا كان فعلا هذا الخطر الداهم موجود، هو إذا تصبح تلقائيا قضية رأي عام أكيد، حتى إنهم ينسبون خلافاتهم فيما إذا تعرضوا لمثل هذا الخطر. لكن إذا لم يكن الخطر داهما، أنت تصبح كأنك أنت أيضا مروج للإشاعات. أنت ضع الأمور في محلها في نصابها، حتى لا يحدث أن الناس إذا فندوا الأمر يصبحوا وكأنهم يرونك مبالغا ويرونك مدعيا في هذه الأمور. فأنت في النهاية لازم تتعامل بالصدق، وهذه أهم شيء تجعل الناس يتأثرون بك. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما وقف قال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم؟ قالوا: ما جربنا عليك يعني كذبا قط. هم يعني السنوات التي عاشها بينهم
المصداقية التي حصلها عندهم جعلتهم لا يستطيعون إنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم مهما قال لهم فهو يقول لهم الصدق والحقيقة. هذه نفس الشيء، نحن نتكلم بالصدق وبالحقيقة، لا نبالغ ولا نهون من الأمور، عندئذ سيحترمون الناس العقلاء على الأقل وسينضمون إلينا. نعمل على ضم آخرين من المؤثرين، وخاصة الآن أصبح حتى من خلال النشطاء عبر صفحات التفاعل الاجتماعي هناك مؤثرين آخرين، بالإضافة لقادة الرأي الآخرين المحترمين البعيدين عن الانحراف. نعم. طيب دكتور، قضية ربما ذكرت تأثير الشائعات، أن في حالة وجود الإحباط واليأس والانسداد السياسي ربما وغلاء المعيشة وكثرة الأزمات، ربما يسهل في مثل هذه الأجواء انتشار الشائعات، وأحيانا حتى بعض يقول الكذبة ويصدقها، يعني كيف تفسر ذلك؟ يعني عموما المجتمع يجب أن يظهر له الحقائق، إذا أظهرنا له الحقائق وفندنا له الشائعات وقلنا له أين مصدر الشائعة؟ من أين استقيتها؟ وهكذا حتى يعني تأتي وتكرر عليها بالتفنيد، هذا مهم. إذا كما ذكرنا، إذا كانت الإشاعة شيء محدود التأثير، محدود الانتشار، فلا نشارك نحن بنشره. لكن إذا وصلنا إلى قناعة أننا يجب علينا أن نفنده فلنفنده، ولنأتي بأكثر من شخص محترم في هذا الاتجاه ليفنده، بل يمكنك أن تأخذ آراء الناس حتى ولو في الشارع عن رأي هذا الموضوع، وسؤال واضح تجعله يعني محرجا، من أين سمعت هذا الكلام؟ كيف تأكدت منه؟ هو مجرد يا جماعة أن احنا نسمع إلى شيء أن هذا صحيح، مجرد التداول ليس شرطا أن يكون شرطا للصحة. فبهذه الطريقة يعني نبدأ نقوم، لأننا في المركب يواجه عاصفة، فهذه العاصفة تتطلب التماسك، تتطلب المهارة في القيادة، تتطلب أيضا في اللجوء إلى ربك سبحانه وتعالى حتى يعين. هكذا يعني يتصرف العقلاء في مثل هذه المشكلات. نعم. طيب دكتور، في مثل هذه الأحوال ربما لإيضاح الحقائق وإظهارها يحتاج تكون هناك خلافات حادة أيضا، بالتالي حاجة الإعلام لإظهار الرأي المخالف، هل ترى بأن أن 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 يسمح يعطى في الإعلام بمساحة للرأي المخالف الذي هو جزما وقطعا رأي مضلل وليس حقيقي، و لكن من باب السياسة الإعلامية وكما يقال الرأي والرأي الآخر يسمح له بالحديث ويعطى مساحة عادلة بينه وبين الرأي الصحيح؟ عموما العلماء رأوا أن ذلك مناظرة عموما، فإذا كانت هناك مصلحة راجحة للقيام بهذه المناظرة فلنحسن اختيار الأقوياء الذين يستطيعون المناظرة ويستطيعون تفنيد الآراء المضلة. لكن إذا استطعنا ألا نفعل هذا باعتبار إماتة هذا الأسلوب، خلاص يبقى إحنا نعتمد على فكرة تغطيته وإماتته. إذا اضطررنا أن إحنا نناقش فلنأتي بمن يحسن النقاش. ولذلك حتى كان الإمام ابن تيمية وغيره يعني يتكلم عن أن هناك ليس معنى أن شخص ما صالح في ذاته هو نفسه صالحا، أنه يصلح أن يناظر الكفار ويناظر المنحرفين إلى غير ذلك. ثم دعنا نفرق بين الأمر عندما يكون خلافا سياسيا سائغا وبين أن يكون خلافا سياسيا غير سائغ. إذا كان الخلاف غير سائغ لأنه يؤدي إلى ضياع الدولة، ضياع الناس، إلى انفراط مثلا الانتماء، سواء الانتماء للإسلام أو الانتماء للدولة أو الإخلاص لها، فهنا أكيد أصبحت يعني نقاش حول شيء غير مقبول أن يناقش حوله. فهنا لا يمنع أن تأتي بشخص ضعيف منهم حتى تكر عليه كرا وتبين دقارة وضحالة ما يفكر فيه، فيكون ده مفيد في إثبات الانحراف.
لكن إذا كانت القضية يعني يمكن الاختلاف حولها، وما المانع في ذلك؟ مثلا بين مترشحين شخصين كلاهما مثلا لديه وجهة نظر مختلفة عن الآخر، لكن لا يتهم أحد منهم بالخيانة، في الحالة دي يبقى الإنصاف يستدعي أنك تسمح لكل واحد منهم أن يعرض وجهة نظره، وتترك للجمهور الاختيار حتى لو أنك ترغب في تفنيد بعض الأشياء، لكنك في النهاية لا تتهم الآخر بالإجرام والانحراف وكذا. إنما لو جئت بالانحراف إيتي دعاك بالقضية وعدالتها والمعلومات وتجمعها بشكل قوي وتعطيها لإنسان يمكنه هو أن يدافع عنها، وعندئذ تستطيع أنك تصل إلى أيضا نتيجة جيدة تفند هذه الأفكار والشخصيات. نعم. طيب دكتور، أيضا في ضمن إطار الرأي العام، ربما أحيانا تسيطر على يعني فكرة معينة بفكرة المؤامرة، مثال يعني خاصة هناك يعني دائما اتهامات متبادلة في تفسير الأحداث عن طريق فكرة المؤامرة أو نفيها، فكيف التعامل مع تحليل الأحداث دون الإفراط في تضخيم هذه الفكرة أو التهوين منها؟ أول شيء دعنا ننظر في تاريخ الأشخاص، هذه نقطة مهمة جدا. يعني عندما يأتي شخص ويدعي أي شيء، جزء كبير جدا كما كان حتى أهل العلم في الإسلام يفندون الأشخاص، كما يأتي الإمام وكيع يقول: لا يأتيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. فبهذا الوضع نحن ننظر في تواريخ الأشخاص، ننظر في مواقفهم السابقة، فهذا علامة، أو هذا أيضا مدخل يمكننا أن نفند أفعاله وأقواله اللاحقة. أيضا فكرة الانتماءات، أنت من أين تترزق مثلا، هذه نقطة أيضا يمكن الضغط عليها، لأن الأشخاص الذين هم في الغالب ينتمون إلى الأعداء لا يعني يعملون عملا مناسبا. نقطة ثالثة، من يدعم هذا الشخص؟ من الذي يقف وراءه؟ إذا كان هناك نستطيع أن نوجد العلاقات، سواء علاقات مثلا مع جهات معينة، مع شخصيات مشبوهة وما يشبه هذا، هذا أيضا من ضمن تفنيد لهذه المقولات وهؤلاء الأشخاص. إذن الخلاصة، فكرة الوعي، العمل على توعية الجمهور بالحقائق وبالصدقيات، والنظر إلى الأشخاص بما يمثلونه من تاريخ وأفكار مسبقة، وتفنيد ما هو بعد ذلك مما يقولونه بشكل أو بآخر. على العموم، النظام العالمي، هذه نقطة يعني يجب علينا أن نستوعبها استيعابا كبيرا، وهي هناك محاولة دائمة ودائبة من النظام العالمي أو من الجهات المؤثرة فيه، لأن يكون هناك شخصيات مثلا منتمين إليها في المجتمع. فضبط هذه العلاقات أو إدراك هذه العلاقات نقطة مهمة جدا. يعني لما تقول لك مثلا منظمة مثل الأمم المتحدة أن شخصا ما سيكون مندوبا لها في الدولة الفلانية، وأنت يجب عليك أن تنظر بشكل مباشر بعين الشك لهذا الشخص أولا، قبل أن تبحث عن تاريخه وتبحث عن أفكاره أو أي شيء، لأنه إنما دفع من خلال النظام العالمي لمحاولة التأثير في هذا المجتمع، رغبة في أن يكون ذلك يصب في مصالح هذا النظام العالمي والمتحكمين فيه. لا تنسى أن حاجة زي الأمم المتحدة هي مجرد نادي صغير الحجم ضئيل التأثير بالنسبة للممولين الكبار. يعني هم ينفقون عليه، هم اللي بيعطوه بفلوس وميزانيات تابعة لهم من خلال الالتزامات والتبرعات، ومن ثم يملون عليه، يملون على هذه المؤسسة التي تدعي الحياد ما ترغبه الدول المؤثرة في أن يتبنوه أو يأخذوا يعني تبريرات، أو كما يقال يعني بالعامية عندنا يكون دور المحلل. نعم. لرغبات الكبار. نعم. طيب دكتور أخيرا، ربما داهمنا وقت الحلقة، يعني من ناحية الشرعية، كيف
يمكن التعامل مع الرأي العام وما واجب قادة الرأي في توجيه الرأي العام؟ واجب الرأي، واجب قادة الرأي، واجب يعني، أو نستطيع أن نقول هو أمر وجوبي عليهم، يعني لا يجوز لهم أن يتهاونوا فيه ولا أن يعني يتركوه. لكن أحيانا نفس قادة الرأي يواجهون مصاعب، يواجهون مشاكل كذا. أنا أقول في النهاية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا استطاع أن يتكلم، يتكلم بالحقائق ويتكلم بالخير ويتكلم بالإفادة للمجتمع. إذا لم يستطع فليسكت أحسن له، يعتزل الأمر بدلا من أن يساهم في تضليل المجتمع. الواجب عليه كبير جدا إن هو ضلل المجتمع بكلمة ولا بتزكية ولا ب يعني كما يقال تمييع القضايا. كل هذا أكيد سيكون عليه مسؤولية مضاعفة يعني. ويقول الله عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. يعني أنت قد يكون فعلك أو يكون قولك يتسبب في إضلال الآخرين وتضليلهم، فعندئذ يكون ذلك والعياذ بالله سببا في العقاب المضاعف والعياذ بالله على هذا الشخص. هذا من ناحية قادة الرأي. من ناحية المبدأ، الدين في مجمله كان حريصا تماما على إظهار الحقائق للمجتمعات وعدم تركهم للضلال. انظر مثلا إلى موقف سيدنا موسى لما دعاه فرعون وقال أنه سيحضر له السحرة ليواجهوه في السحر. فعندئذ طلب منه طلبا لم ينتبه ربما إليه هذا الفرعون، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يعني هو طلب منه أن يجعل الموضوع قضية رأي عام، طلب منه أن يجعل هذا التنافس بينه وبين السحرة أمام الرأي العام، حتى إذا فشل فرعون وذلك من ثقة موسى عليه السلام بما معه وبما عز إليه ربه، ففشل أمام الناس، فبدأ الناس يتداولون الأمر فيما بينهم، أصبحت قضية رأي عام كبيرة جدا في هذا المجتمع. أيضا مثلا سيدنا نوح لما قال: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. المهم قال، وصف حاله مع الناس: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم، إلى بقية الآيات. فهنا فكرة أنه دعاهم جهارا وأنه أسر إلى بعضهم وأنه تكلم معهم وهكذا وطال به الأمر، هذا وضع لتشكيل الرأي العام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في أيام الموسم الحج، يأتون فيقف أمامهم ويقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. وهكذا يعني حرصا منه على ذلك، بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كان له من يدافع عن الإسلام من الشعراء والخطباء، ويعني يتقابلون مع غيرهم ويبينون وهكذا. نعم نعم دكتور ياسر عبد التواب، المفكر الإسلامي والخبير والأكاديمي، نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به وعلى هذه الإفاضة. أنا كمان أشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوارات التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داجي، مفاهيم تجلى في حوار بحسنى دون ما أدنى هياجي، بغير تعصب وبلا انحياز ودون تقلب وفق المزاج. حوارات التناصح كالسراج، معين في المسير.